حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال أرسلني علي بن حسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء فسألتها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت له يعني إناء يكون مدا أو نحو مد وربع. قال سفيان كأنه يذهب إلى الهاشمي. قالت كنت أخرج له الماء في هذا فيصب على يديه ثلاثا، وقال مرة يغسل يديه قبل أن يدخلهما ويغسل وجهه ثلاثا ويمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ويمسح برأسه، وقال مرة أو مرتين مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه ثلاثا. قد جاءني ابن عم لك فسألني وهو ابن عباس فأخبرته فقال ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيكثر، فأتينا فوضعنا له الميضاءة فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة مرة وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رد يده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ومسح أذنيه مقدمهما ومؤخرهما. حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرح والقتل إلى المدينة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له الميضاءة فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره وأدخل أصبعيه في أذنيه. حدثنا وكيع عن حساء عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه. حدثنا وكيع عن شريك عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع فيه رطب وأجر زغب فوضعا في يدي شيئا فقال تحلي بهذا واكتسي بهذا. حدثنا عبد الصمد ومهنأ بن عبد الحميد أبو شبل قال حدثنا حماد عن خالد بن ذكوان قال عبد الصمد في حديثه حدثنا أبو الحسين عن الربيع، وقال خالد في حديثه قال حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسي فقعد في موضع فراشي هذا وعندي جاريتان تضربان بالدف وتندبان أبائي الذين قتلوا يوم بدر، فقالتا فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما يكون في اليوم وفي غد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فلا تقولاه. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه وما أدبر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطناهما. حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل
عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت اهديت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قناعا من رطب واجر زغب، قالت فاعطاني ملء كفيه حليا او قال ذهبا، فقال تحلي بهذا. حنا يونس قال حدثنا ليث عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الراس كله من فوق الشعر كل ناحيه لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خالد بن ذكوان قال حدثتني ربيع بنت معوذ قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار قال من كان منكم صائما فليتم صومه ومن كان أكل فليصم بقية يومه. حنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ ابن عفراء عن صوم عاشوراء فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من أصبح منكم صائما؟ قال قالوا منا الصائم ومنا المفطر. قال فأتموا بقية يومكم وأرسلوا إلى من حول المدينة فليتموا بقية يومهم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حسين قال كان يوم لأهل المدينة يلعبون فدخلت على الربيع بنت معوذ ابن عفراء فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد على موضع فراشي هذا وعندي جاريتان تندبان أبائي الذين قتلوا يوم بدر تضربان بالدفوف. وقال عفان مرة بالدف فقالت فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما يكون في غد، فقال أما هذا فلا تقولاه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه الرأس كله من وراء الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته.